وأبدأ بأن القول بأن اتحاد المحامين العرب لن يموت، سيظل اتحاد المحامين العرب قوي، قد يمرض ولكن لن يموت أبدا، حتى بغياب من ائتمنوا الأمانة العامة على رأس الأمانة، حتى لم يحضر هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يعني يعتبر هو التجربة أو الاختبار الحقيقي في مساندة الأزمة والأوضاع العربية. الأمر الثاني ما يتعلق بالوضع الآن سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في كل الأقطار العربية، نحن أمام تحالف تركي قطرائيلي مدعوم أمريكي. التحالف الآن ليست إسرائيل فقط ولكن بعض الدول العربية، والتحالف الآن تركي قطري إسرائيلي لتقسيم وهدم المنطقة العربية صهيوني. هذا التحالف يستوجب منا لا نقلل من شأن الآليات المستمرة للاتحاد في الاستنكار وفي البيان، ولكن نريد التفعيل الأكثر. لابد أن ندول صوت اتحاد المحامين العرب ضد هذا التحالف التركي القطري الصهيوني الأمريكي دوليا. يجب على الاتحاد أن يعود في الظهور وأن يصل صوته في كل المحافل الدولية. والآن على مدار العام هناك اجتماعات ومنظمات ولقاءات دولية، يمكن للاتحاد أن يستثمر طاقات بعض أعضاء الأمناء أو المكتب الدائم أو غيره في المحافل الدولية. الأمر الثاني إنه بما أننا في سوريا الآن حصل لها احتلال تركي، فيجب أنا أول توصية أن تكون هناك وقفة احتجاجية أمام الجامعة العربية ونحن في القاهرة للمطالبة بعودة سوريا. لا يمكن أن تحتل سوريا الآن ولا تدخل سوريا أو تعود إلى حض الأمة العربية والجامعة العربية. أقترح أن تنظم وقفة رمزية من أعضاء الاتحاد أمام الجامعة العربية. المقترح الثاني، أنا بنضم في الملاحقة الجنائية الدولية الموثقة، الملاحقة الجنائية الدولية لأردوغان ومن يدعمه فيما يتعلق بالاحتلال للأراضي السورية الآن، الملاحقة الجنائية الدولية الموثقة في غاية الأهمية. أيضا بجانب السلاح الدبلوماسي والسلاح السياسي والبيانات، لا ننسى قوة السلاح الشعبي. السلاح الشعبي في المقاطعة للمنتجات التركية والسياحة التركية على مستوى الوطن العربي. الاقتصاد التركي سوف يتأثر تأثيرا مباشرا إذا كانت هناك مقاطعة بالفعل، ليس فقط للمنتجات التركية ولكن للسياحة التركية على مستوى الوطن العربي. ولنبدأ بالقاهرة وبعواصم الدول العربية، وشكراً.